ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي في مستهل تعاملات الجلسة وسط حركة انشرائية للمستثمرين المحليين والعرب واتجاه بيعي سيطر على تعاملات الأجانب. للمزيد من التفاصيل والمتابعة معنا مباشرة من مقر البورصة المصرية مينا بشرى مراسل أون لايف. أهلا بك مينا. إذا مؤشرات السوق استهلت الجلسة على ارتفاع جماعي في أول نصف ساعة، ما سبب هذا الارتفاع وكيف تجري التداولات بعد أكثر من ساعة من بدء الجلسة؟ صباح الخير محمد. بالفعل صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية خلال بداية تعاملات اليوم. نتحدث الآن عن قرابة الساعة ونصف الساعة منذ بدء التعاملات، وجميع المؤشرات مستقرة داخل المنطقة الخضراء بدعم من القوى الشرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب. هذه القوى دفعت بجميع المؤشرات وتحديدا المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 إلى الصعود خلال مستهل تعاملات اليوم، إضافة أيضا إلى الأداء الجيد للأسهم القيادية كان عامل دعم لصعود مؤشرات البورصة. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مؤشر اي جي اكس 30 حتى هذه اللحظة مرتفع بمقدار 96%، ليصل المؤشر إلى مستوى 12552 نقطة، نتيجة أيضا لظهور القوى الشرائية من جانب صغار المتعاملين. المؤشر السبعينية وهو المؤشر الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة مرتفع أيضا بمقدار 62%، ليصل المؤشر إلى مستوى 587 نقطة. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 مرتفع أيضا بمقدار 40%، ليصل إلى مستوى 1345 نقطة. مستوى السيولة أيضا حتى هذه اللحظة بعد مرور قرابة الساعة ونصف الساعة قد وصلت إلى مستوى 168,124,000 جنيه، وذلك من خلال التعامل على 57,124,000 سهما، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها حتى هذه اللحظة بما يزيد عن 7,000 عملية. طيب مينا، ماذا عن أنشط القطاعات تداولا؟ نعم، بالنسبة لأنشط القطاعات تداولا حتى هذه اللحظة جاء في المرتبة الأولى قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، وفي المرتبة الثانية قطاع العقارات، وفي المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات، وهذه القطاعات هي أنشط القطاعات تداولا من حيث قيم وأحجام التداول. نعم، شكرا لك مينا بشرى مراسل أون لايف من مقر البورصة.